تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه من اخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء رحمه الله وعرب سمو الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلاله الملك المفدى سائلا المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته